بداية صباح النور عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ اموركم بخير على خير، كلشي مزيان. المهم هذا الصباح بدينا بالريدويات، ركبناهم. هذا الريدو هذا فريمون كيخصو التريسيان ولا شكون كيركبهم. وركبنا العصا ديال الريدو الاخر، حيت هذاك بلدي دونك غادي يركبو مول مرتلامط وداكشي. صافي هادشي اللي كاين. اول حاجه ما تنساوش تابوناو في القناه، تخليو ليا دي لايك، وشكرا على لي غوتور ديالكم في الفيديو اللي قبل. عرفت دركم راسكم بغيتو تعرفوا شنو كاين، تسناو انا نقول لكم شنو كاين. بغيت نغتنم الفرصه باش نقول لكم على واحد الحاجه. كنت قلت لكم باللي الريحاني شافني صورت الفيديو، وكانوا بزاف ديال الناس مشاو عندهم، اتصل بيا اون بيرسون وقال لي فوالا غادي تعطي واحد لو كود برومو للناس اللي جايين من جهتك. ناقص 10% لاي واحد جا من الطرف ديالي. غادي تمشيو لاكاس غادي تقولوا لهم منال 10. راه كيديروا حتى لا ليفغيزون في المغرب كامل، يعني ماشي غير اللي في مكناس. الا كنتو انتريسي راه خليت لكم لاباج ديالهم، وغنعاود نخليها لكم، غنابانكليها في الكومونتير الاول. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم انتما تحضروا معايا المراحل كل ما النهار، دوزو تعيشوا معايا شويه التماره. غير باش يطلع في الدروج، وزاد حمقنا هنايا والو ما بغاش يدخل. ثقلت صافي العبار ماشي هو هذاك، ولكن اوغوزمون جا داكشي هو هذاك. هنا البنات صهيب ما ركبش هذيك الحديده الوسطانيه في الريدو، دونك الريدو جاه ثقيل والعصيه بدات كتهبط، دونك اضطرينا نعاودو نديرو هذيك الوسطانيه باش عادي يركب الريدو. هانتوما كتشوفو البنات، هنا عاود ركب لاصية من الوسط باش تقدر تهز الريدو حيت تقيل. اخيرا البنات الريدو ركب، غير هو سي صهيب نسى ما شرع عاوتاني هذوك اللعبات اللي كيكونوا في الجناب باش هكا نهزوا الريدو ويبان الديكور، داكشي راكم عارفين. وهنا المرحله الاخيره وهي الكلمات. عقبال كاع البنات اللي مازال اللي باغيين يبدلوا، وكل شيء ان شاء الله يا ربي. فرحه واحد الفرحه ما كتوصفش، نتمنها لاي بنت. ايوا البنات اليوم كيخصكم زغرتو ليا، اخيرا وصل الصالون. ماشي شحال وانا كنتسنى. المهم البنات غادي ندير لكم خاطركم، اكثر يا قالوا ليا ندير لنا صالون طوف حتى توجدي داكشي في خطره، دونك حتى نوجد داكشي في خطره عاد ندير لكم غلاطيتيك. والبنات المهم البنات راهي البيجاما اللي ما بخاني والله العظيم، راه ما مغلفش لها الدار. ان شاء الله غير نسالي ان شاء الله هذا نولد وندير بحال صفا، نجيب شي كوتش. هذا هو الحل باش ديري النفس باش تعافي، اما هكا بوحديتك صعيب. انا راه في الايام ديال العرس كنت متبعه مع الطبيب والدواء والعالم وعاد، وكنمشي عندو كيغوت عليا وإلا ما نقصتش هادي. المهم البنات انا هنايا سلقت بطاطا، غندير غراتان ديال بطاطا سهله وخفيفه. غادي ندير معاها الحليب ولا كريم فريش باش نجريها. هاد الغراتان هادي كتجي لذيذه وزوينه وسهله او ميم طون. كيف قلت لكم البنات عيب ان ديري، انا الصراحه كنت ضعفيت في الاول، ماشي في الاول فاش بداني الوحم، اوه
دازت عليا يا البنات، وبقيت لا ناكل لا نشرب، وليت مانكام. شتحل لك كان فخيش طيات لاباس. اهدئي اهدئي. فوالا البنات، قلت لكم فريمون ماشي فاسيل. وعرفتي بطاطا شحال فيها ديال النشا؟ بطاطا اكثر حاجه كتغلط صراحه. صفاء برافو عليها، تبعات ريجيم زوين مع الكوتش ديالها مزيان. كديري ريجيم صحي وما كياديش، وفريمون تبارك الله دعافت مالي ما يتسالها. دابا باش كيكون شي حد كيما قلت لكم مونكادريك كينتبه لك، ماشي بحال كديري عشوائيا بحال انا كنت درت واحد المره ما بقيت لا كناكل لا كنشرب، حتى جاني هذا، جاني فقر الدم حاد. دونك البنات الواحد خصو يدير شي حاجه اللي صحيه. ديروا شويه هاد الحار، كذبوا على راسنا حتى البنات. انا الحار كيدير لي الحرق، ما انا كنت كنضرب في الحار واش كنت كندير فيه. الملح ما بغاتش دايره معايا الضب، ما بغاتش تهبط هبط. المهم البنات انا غنقن هذا تحلي مزيان، والكفته غادي نطيبها ونرجع عندكم البنات. من بعد ما درت الكفته هنا درت واحد الطبقه ديال البطاطا، درت فوق منها طريفه صغيرين ديال الزبده. دابا غادي نزيد الكفته من عرفتوا البنات انا بعدا كتعجبني غراتان د بطاطا. شي بارفو تنكون ما دايراش دايره ما اي حاجه لي باط، وماش كنكون طيبه مرقه هذه كندير معاهم غراتان د بطاطا، ما كنديرش الكفته، كنديرها هكا البنات هي بالحليب ولا كريم فريش، كندير لها الفرماج من الفوق، كتجي فنه كتجي بحال لا بيغي. هي كنجيب فيها اكثر من هكا. حيدوا هاد الكفته حرام تطيب. دابا البنات غادي نزيد لا كريم فريش. دابا نزيدو الطبقه الثانيه ديال البطاطا. دابا البنات باقي خصني سالمون جاي، اش من باقي خصني غير تبانكوكم، باقي خصني غير باقي خصني بزاف. نبدلو ليد مازال ما بدينا. بنات هادشي الله يسمح لنا من الوالدين، جيم صحوم فريمون. كنا مهانيين باش كنا مع خالت، غير المصاريف غير الماكلة مصاريفها لا تعد ولا تحصى. انا البنات الفرماج الاحمر عندي في الكونجيلاتور وما بغاش يديكونجيلا ليا. غادي نعاود نخوي بعدا لا كريم فريش هكا. نزيدو هذا الفرماج المربع، غندير هذا نورمالمون انا كندير فرماج غابي، ولكن كيف ما قلت لكم البنات عندي مديكونجيلي في الكونجيلاتور. دابا عاد هبطو غنغبيه ونفرقو ونحطو. صافي البنات نشعل عليها الفران، وهانتوما طيبتو العشاء خفا زربا. المهم تتوجد ونرجع لكم البنات. انا درت الكغاتان طيب قبيله لقيت راسي درت لكم خليكم واحد الغلط. دابا انا كان عندي فرماج روج يعني كره في كونجيلاتور، ودابا منين جبتو وجبتو يد كونجيلا وغنغابيه عاد نعاود نفرقو. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، دونك مكونجيلي ما يمكنليش نغابيه،
واحد الحاجه اخرى شنو كنت بغيت نقول لكم، اي واحد المنال ملي جاكم فلوس باش ديروا الصالونات وداك الشيء، وبزاف انكم زعما تفرشوا جوج صالونات دقه وحده وهذه البنات وشي واحدين كيقتلوني مانيش الخدمه ديال راجلك. المهم البنات انا راجلي عنده سونتر ديال ليكو من البريمير حتى لافاك، ومهم ما كنبغيش نهضر على شي حوايجين في الطريق، كنبغي نخلي حوايج مستوره. بغيت نقول لكم البنات غير ماشي كنخبي عليكم ولا شي حاجه، ولكن انا راكم عارفين يعني ما كنعرفش نخبي، ولكن طوطا غادي نقول لكم يعني البنات غير باش نبغي نقول لكم يعني بلي الحمد لله القضيه مستوره والحمد لله، ما عندناش وما خصناش وصافي هادشي اللي كاين. وبالنسبه للخدمه ديال اليوتيوب راه ماشي شي حاجه اللي مستقره ولا شي حاجه اللي ديما، ولكن فيها الربح. وما كنبش عليكم الا قلت لكم ما كنعاونش كنعاون. مثلا نعطيكم باغ اكزومبل الريدو انا اللي صوبته، انا اللي بغيت نصوبه الريدو الاخر ديال الصالون البلدي، انا اللي تكلفت به فباقي هو تكلف به. المهم درنا الريدو. المهم كنعطيكم لي ديتاي ضروري كتعاوني، مثلا غادي تشوفي مثلا شي زربيات عجبك تشريها، غتشوفي هذه غتشريها بيان سور، ضروري غتعاوني ضروري ضروري ضروري. صافي البنات هادشي اللي كاين، ونتمنى البنات انكم تمشيو للريحان وتستافدوا من الكود برومو اللي عطيتكم اللي هو منال 10، واللي غادي يبقى صالح من هنا حتى لافان داني، فوالا غيبقى صالح من هنا حتى النهايه ديال 2018 ان شاء الله. وبزاف ديال الناس ضرهم راسهم شنو هي المناسبه اللي عندي. خليكم دابا تعرفوا ان شاء الله خطو اوطا غادي تعرفوا. بالنسبه لبزاف ديال الناس كيقولوا لي دابا انا كنحاول نجاوب على الاسئله اللي هي بزاف، فهمتوني؟ مثلا بزاف ديال الناس كيقولوا لي منال على الماكله، بعد تفاهمنا قلتوا لي منال صوري لينا، بالعكس كيعجبنا الحال منين كتبقاي تصوري لينا الماكله، وكناخذوا من عندك بزاف يا الدوكا مش عالتو، كناخذوا من عندك بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك البنات انا غادي نصور، كونوا هانين كونوا اكيدين، وغادي نصور لكم بيان سور البلايص اللي غتستافدوا منهم وغيعجبكم الحال وغتمشيو تاكلوا فيهم وتكونوا زعما فرحانين وعجبكم الحال. ولا حاجه ما عجبتنيش غنقول لكم ما عجبتنيش، راه ديما الحاجه ما كتعجبنيش راه كنجينيش كنقول ما كتعجبنيش، بيسكو كنمشي كنخلص فلوسي كنقص كناكل راني حتى لو كان بوبليسيتي راه الا ما عجبنيش ما عجبنيش. علاش؟ حيت الواحد تيفكر من هنا للقدام، يعني الناس كيفاش غيبقاو يشوفوا فيه، واش غيبقاو يثقوا في المصداقيه ديالو ملي مثلا غيمشيو تيستاو شي حاجه. والحمد لله اي بلاصه وريتها لكم لحد الان كتشكروها. بالنسبه للنقافه الفرطي بزاف اللي كيسولوني منال واش كديبلاصا، كديبلاصا البنات وقلتها لكم، والا كنتو باغينها هضروا معها، راه خليت لكم الكونتاكت كتسولوني وخليته في لابار دانفو، خليته ايبانغلي في الكومونتير اللي فات، راه خليت لا لاباج انستغرام لا الكونت ديالها، هضروا معها وقولوا لها راه حنا دو لابار ديال منال وراه تصاوب ان شاء الله معاكم في الثمن، وراه ظريفه والله يعمرها دار. مهم البنات نتمنى ما نكونش طولت عليكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين. بسلام عليكم كنبغيكم بزاف.